قال علي 500. ربي سهل علينا وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا ويجيبنا ربي بالدحلال وانت زادة وان شاء الله تونس في خير ونعمة ان شاء الله ربي سهل. قل لي انت الساعة فما برشا بنات يقولوا يبعثوا تصاور لا أخلاقية معناتها تصاور مخلة لل يعني للحبيب وللصديقة ولا شباب باهي واعي ومسكين وعندها ناس معناتها ناس متحضرة ومخاخة فاتحة معناتها متفتحة واحد والحمد لله ان شاء الله ربي معانا واحد ان شاء الله من احسن الى كيما نقولوا فيها من حسن الى احسن ان شاء الله. الشباب هذوما شنو تحب تقول لهم؟ ترى انت بالنسبه لك انت ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وان شاء الله ربي ينجحنا وان شاء الله ربي يعطينا معناتها كيما نقولوا فيها الخير صابه. هل انت معناتها خلينا نقولوا غلطت قبل وبعثت تصاور ولا؟ ليه ما غلطتش ولا مفكره لربي ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. ايه معناتها يجي نهار وتبعت تصاورك؟ تصاور كيفاش نبعثها معناتها فما بنات يبعثوا تصاور لا اخلاقيه لا ما تجيش هكاك مش باهي حرام ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي يهدي ربي يهدي وكا شنو تحب تقول للرجال اللي معناتها كي توصلها تصويره ما تسترش على البنيه وتحطها على الفيسبوك تصاور كنا ولايه حرام ان شاء الله ربي معانا فما صحيح بلاد الحرام بنات الحرام معناتها ما ربي بعدها ما علينا ان شاء الله ربي يحبنا احكي لي الساعه شنو هما الفراشات هذوما اللي حاطتهم في راسك شنو هما بستير شنو شكل بقلوات معناها اسمع يعني انت انا ورد وانت فراشات انت تهتم هكا بلوكك وجمالك وشعرك قداش تعديك كل يوم قدام المرايه ساعه كامله شنو تقعد تعمل هيك تعمل فراشون ترى مثلا المرايه قدامك ترى مثل لي شنو تحب تعمل نعمل شكاكة نعمل فراشون نعمل حنشكة كل ما تعدى من هنا نشوفك الأنيقة واللبس محليك محليك ما شاء الله عليك معناها ليه بلا يسلك انت قداش عمرك انت 36 36 هاك صغيرة صغيرة ايه ربي سهل لي ربي يحب يعود لحظة قلت لي مالي فاتت لي انا نحب نعرس وان شاء الله ربي يهنيني هاكا ولا ان شاء الله ربي سهل وقتاش نفرحوا بيك؟ شوي اخر بعد العيد يا عمر هكاك بعد العيد بعد العيد ان شاء الله العيد الكبير العيد الكبير مرا حرة ولا تبارك الله علي 500 كيفاش مرا حرة؟ هكاك معناتها نقضي نطيب نغسل نمسح هكاك باهي سيدي تعرف طيب ولا؟ شوي شوي هكاك الكسكسي كيفاش يتي؟ تعمل كسكسي تفوره بالماء والزيت واحد والصوص كيفاش؟ الصوص تعمل خضره تعمل بطاطا تعمل سفناريا واحد طماطم وزيت وماء واحد خذي وربح حماله ايوه ليه تبارك الله علي 500